هذه الضفادع البيروفية تستخدم لغرض غريب. المعالجون الروحانيون والمشعوذون في بيرو يستخدمونها ويصفونها لمرضاهم بهدف زيادة الإثارة الجنسية، حتى إنه يطلق عليها اسم فياغرا الإنكا، تيمناً بحضارة الإنكا التي حكمت البلاد قبل قرون. بين الحين والآخر تصادر السلطات في بيرو المئات من هذه الضفادع المهددة بالانقراض. التجارة بها جريمة واصطيادها مخالف للقانون، ويعرض التجار إلى غرامة قد تصل إلى 14,000 دولار. وأعداد هذه الضفادع انخفضت بنسبة 80% خلال الأعوام الأخيرة لأسباب التجارة بها أو التغيرات المناخية. تم ضبط 390 ضفدعاً نافقاً داخل شاحنة في منطقة بونو على ضفاف بحيرة تيتيكاكا الضخمة. بعض البيروفيين يعتقدون أن تناول خلطات مكونة من مستخلصات الضفادع يعالج الضعف الجنسي ويحد من تدهور القدرات الذهنية ويعالج الربو والضغط وغيرهما من الأمراض.